يمكن على الاقل اننا نقولوا لا لهذا الوضع يعني اللي كاين، وعلى هذا الاساس يعني كنناشدوا كل المواطنين على اساس انهم يشاركوا معنا يعني في هذه المسيره اللي هي في نهايه المطاف مسيره كل العمال، مسيره كل الكادحين يعني بالاقليم وبمدينه الدريوش، وتحيه نضاليه. ايها الواقفون كلكم معنيون، وايها 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 الواقفون كلكم معنيون. مساواة،
حسبنا سابقا اننا في صدد تخليق اليوم الاممي للعمال يعني هذا النهار في مدينه تريوش ونشهد على اساس التحاق المسيره اللي هي مسيرتهم كاملين. وشكرا. والكرامه هي الحل وكرامتي امانه كل في الخوف كل فارغ.